Friends, let me begin. حضرة الأصدقاء، أود بداية أن أشكر الأصدقاء هنا في مصر على حفاوة الترحيب، فأنا وفريقي ندرك الجهود المترتبة على استضافة مؤتمر من هذا النوع وعدد الأشخاص الذين عملوا وبذلوا جهودا دؤوبة وصولا إلى هذه النقطة. تهانيا لكم وشكرا مجددا. وبعد انتهاء رئاسة المملكة المتحدة أريد أن أفكر معكم عن فيما حققناه مع في غلاسكو وما حصل منذ شغلنا لمنصب الرئاسة. في نوفمبر تشرين الثاني المنصرم اجتمع العالم في مؤتمر الأطراف في دورتها 26 في ظروف جيوسياسية متشرزمة ووسط جائحة كانت لا تزال مستمرة، غير أن القادة آنذاك أقروا أنه رغم الاختلافات والتي غالبا ما تكون عميقة إلا أن التعاون في مجال المناخ والبيئة إنما والطبيعة إنما هو من ضمن مصالحنا الخاصة والذاتية. وبفعل هذا التعاون والتسوية تمكننا من التوصل إلى ميثاق غلاسكو بشأن المناخ، ومعا وجماعيا تمكننا من إنجاز أمر تاريخي ومليء بالأمل. وبمساعدتكم تمكننا من إنجاز لائحة قواعد اتفاق باريس وأحرزنا تقدما غير مسبوق في مجال الوقود الأحفوري ودعومات على الفحم، وتعهدنا ترفيع وزيادة التمويل ومضاعفة تمويل التكيف حلول عام 2015، وذكرنا بضرورة الدعم في مجال الخسائر والأضرار، ووفرنا التمويل وأملنا أن يؤدي ذلك إلى تقدم ملموس هنا في مصر. وأذكر أن كل طرف وافق على إعادة النظر في أهداف الحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 بحيث تلتقي مع اتفاق باريس. أريد أن أشكر الدول 29 التي حدثت المساهمات المحددة وطنيا منذ مؤتمر غلاسكو، من أستراليا إلى ميكرونيزيا، من إنديا إلى فانواتو، من النرويج إلى الجابون. تمكنا معا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض بالتزامات من قطاع الأعمال والتمويل والخيرين. حضرة الأصدقاء، بفضل الأعمال التي قمنا بها معا تمكنا من بلوغ هدفنا، ألا وهو الهدف الذي يقع في صلب اتفاق باريس، وهو الإبقاء على هدف درجة ونصف الدرجة من ارتفاع حرارة الأرض حيا. ما كنا لنتوقع ماذا سيحصل بعد ذلك، فقد أطاحت بنا رياح عالمية اختبرت قدرتنا على مزيد من التقدم. فحرب بوتين الوحشية وغير القانونية في أوكرانيا أدت إلى تسارع الأزمات العالمية المتعددة، أزمة الغذاء والطاقة، الارتفاع الأسعار والتضخم وتزايد الدين. وهذه الأزمات تفاقمت أيضا بفعل أزمات مناخية وأثار الجائحة. ورغم هذا السياق إلا أننا أحرزنا تقدما ملموسا على مستوى تنفيذ الالتزامات التي تعهدنا بها في غلاسكو، فأكثر من 90% من اقتصادنا العالمي أصبح مشمولا بالحياد الصفري بنسبة تزيد ب 30% عن لحظة ترأسنا المؤتمر. أكبر الشركات والمؤسسات العالمية في العالم التزمت الحياد الصفري وبدأت تنفيذ ذلك، وبدأت بخلق ما أسمي بالوظائف الخضراء وضخ مليارات الأموال في الصناعات الخضراء اليوم وفي المستقبل. الشركات والدول تحرز تقدما قياسيا ملموسا من أدوات الانبعاثات الصفرية إلى أجندة الاختراق وتسريع توزيع مصادر الطاقة المتجددة حول العالم. الأمين العام كان واضحا جدا، أهدافنا المستقبلية في مجال الطاقة لا تكمن في الوقود الأحفوري، وأوافقه الرأي تماما ومن كل قلبي. فكل تقرير كبير أو بارز نشر هذا العام يشير إلى أهمية التقدم المحرز. وبفعل الالتزامات التي حققناها قبل وخلال عام الرئاسة في مؤتمر الأطراف في دورته 26، فإن الانبعاثات في عام 2030 ستنخفض بستة جيجاتون، أي حوالي 12% من الانبعاثات العالمية الحالية.
السنويا، ومع تنفيذ كافة الالتزامات بما في ذلك المساهمات الحددة وطنيا وأهداف الحياد الصفري، فإن التقرير يشير إلى أن سنصل إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجة ونقطة 7 درجات بحلول نهاية هذا القرن وليس 1.5 درجات، ولكن لا يزال التقدم موجودا. لمن لا يزال يشكك في العمل متعدد الأطراف ومسار مؤتمر الأطراف بشكل عام، رسالتي لكم واضحة. هذه المسارات قد تبدو غير مجدية ومحبطة في بعض الأحيان، إلا أن المنظومة ككل تأتي ثمارها، ونحن نشكر الكثيرين في هذا المجال ولا يتسع الوقت لذكرهم، رؤساء الوزراء ورؤساء الدول الذين التمسوا ريح التغيير وفضلوا أن يستفيدوا منها، الوزراء الذين أدركوا بأن المستقبل المستدام والعادل لن يتحقق إلا من خلال تحول في مجال الطاقة النظيفة، منظمات المجتمع المدني، الشباب والسكان الأصليين الذين دفعوا بنا لإعادة التفكير فيما كان متاحا في غلاسكو ويواصلون تحفيزنا، وبطبيعة الحال المسؤولين في القطاع العام حول العالم الذين نجحوا في مهامهم وحتى في وحدة الكوب في المملكة المتحدة. ولكن رغم هذا التقدم، أقر بشكل كامل بحجم التحديات التي لا تزال تتربص بنا، وكما تبين في كل تقرير نحن نحرز شيئا من التقدم، ولكنه من الواضح أنه لا يزال علينا بذل مزيد من الجهود في هذا العقد المهم جدا. حضرة الأصدقاء، نحن لسنا على مسار الإبقاء على درجة ونصف الدرجة كما نريد. أفهم أن القادة حول العالم يواجهون أولويات متسابقة هذا العام، ولكن علينا أن نتوخى الوضوح، اللحظة حازمة، ولكن عدم القيام بأي شيء أمر سيشلنا وسيؤدي إلى كوارث في مجال المناخ. علينا أن نجد القدرة على التركيز للقيام بأكثر من أمر في وقت نفسه. كم مرة سيرن جرس الأنذار يصل صوته إلى قادة العالم؟ باكستان للمرة الثالثة تغمرها المياه، أسوأ فيضان في نيجيريا في عقد من الزمن، خلال 500 عام في أوروبا وجدنا أسوأ سجلات وأرقام على مستوى الكوارث البيئية، قطاعات اقتصادية بأكملها باتت غير مستدامة وغير قابلة للتأمين، مناطق حول العالم بات العيش فيها مستحيلا، وقيود على حركة السلع وضغوط على الناس لمغادرة أماكن سكنهم بسبب أزمات المناخ التي ما عادوا يقدرون أن يعيشوا بظلها. ولذلك هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمر الأعمال الملموسة. عندما سينضم إلينا قادة العالم غدا، عليهم أن يشرحوا ما الذي حققته بلدانهم في العام المنصرم وما هو المسار المستقبلي، وهي بكل بساطة مسألة ثقة. ومن دون الوفاء بالالتزامات والاتفاق على طريق مستقبلي، فإن المنظومة بأسرها ستنهار. أنا من جهتي سأقوم بكل ما بوسعي لدعم أصدقائنا في مصر والمملكة المتحدة هنا لكي نحقق معا نتائج طموحة في مجال التخفيف، التكيف والخسائر والأضرار. وصلنا إلى نقطة، مسألة التمويل هي المسألة الحاسمة في برنامج عملها، إما ننجح أو نفشل بسبب التمويل. أنا أشير إلى التقدم بشأن مسألة التمويل ل100 مليار دولار. أسمع الانتقادات وأوافق أنه علينا بذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومات والمصارف التنموية متعددة الأطراف، تحديدا فيما يتعلق بتحديد هدف لما بعد 2025. ولكن في نهاية المطاف أبقى متفائلا. انظروا إلى النقطة التي كنا فيها قبل انعقاد مؤتمر غلاسكو وقبل مؤتمر باريس، وإذ نحتفل اليوم بالعيد 30، انظروا إلى أين كنا قبل مؤتمر ريو.
أشكركم وبفضلكم جميعا ننهي رئاسة المملكة المتحدة بنقطة تفيد أن التقدم ممكن وهو يحصل وهو متواصل. بطبيعة الحال علينا أن نعزز من ونسرع من التقدم، ولكن علينا أن نقوم بذلك، وأنا على قناعة بأننا قادرين على ذلك. نعرف ما الذي يجب القيام به للإبقاء على هدف درجة ونصف الدرجة هدفا حيا، نعرف كيف نقوم بذلك. صديقي سامح، أنت وأصدقائك وأعضاء فريقك لكم منا كامل الدعم، فلنحرص معا على تحقيق كل ذلك وعلى الوفاء بالتعهدات. شكرا. Distinguished delegates, حضرة المندوبين، أدعوكم الآن إلى البند 2 ألف من جدول أعمال المؤتمر، وهو بعنوان انتخاب رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 27. تذكرون بلا شك أنه بموجب القاعدة 22 الفقرة الأولى من الإجراءات، فإن مكتب رئاسة مؤتمر الأطراف يشغل بالتداور بين المجموعات الإقليمية الخمسة. سنواصل الدورة مع رئيس من مجموعة الدول الأفريقية، وبالتالي يسرني أن أقترح على المؤتمر أن ينتخب بالتزكية سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته 27. وعليه أعلن سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف بدورته 27. أهنئ السيد شكري على انتخابه، وأتمنى له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح في قيادة أعمال مؤتمرنا. أدعو سعادة السيد شكري لاعتلاء المنصة. أهلا بك سيدي رئيس المؤتمر.